إلينا من طوكيو مراسلنا هشام رجباني. هشام، أهلا بك. إذا مرحلة ثانية من تصريف المياه المشعة المعالجة في اليابان يلقى معارضة من الصين ومعارضة حتى من داخل اليابان، دعنا في التفاصيل. بدأت اليوم محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية، الشركة المشغلة للمحطة، تصريف المياه في المرحلة الثانية لتصريف المياه المخففة والمعالجة كما تصفها المحطة، ولكن الصين تصفها بأنها مياه ملوثة، وهذا ما تعترض عليه اليابان من جهتها. فالصين تعترض على تصريف المياه وتصفها بالملوثة، واليابان تصرف المياه وتصفها بأنها معالجة ومخففة وأنها تستوفي المعايير الدولية لمياه الشرب. بالنسبة للاعتراضات الصينية ستبقى مستمرة بالتأكيد في كل مرحلة. في هذه المرحلة سيتم تصريف نفس الكمية تقريبا التي صرفت في المرة السابقة، وهي حوالي 7800 طن من المياه المعالجة والمخففة. أيضا مسألة الاتصالات المزعجة التي تصفها اليابان بأنها مزعجة، المكاتب الحكومية تتلقى العديد من الاتصالات، فقد قيدت لها الذكاء الاصطناعي وسجلت رسائل مسبقة للرد على هذه الاعتراضات، وحتى لا يصبح هناك ضغط على خطوط الخدمة ولا تتأثر خدمة المواطنين في اليابان. بالنسبة لهذه العملية تقول الوكالة الدولية إنها عملية آمنة ولها مكتب دائم الآن في محيط المحطة أو في داخل المحطة، وهي تجري أيضا عمليات فحوصها الخاصة إلى جانب الفحوص التي تجريها شركة تيبكو للطاقة الكهربائية، وتنشرها تباعا بصورة شبه يومية على موقعها على شبكة الإنترنت. وتدعي الشركة بأن كل هذه التحاليل هي في بعض المناطق حتى أدنى من مستوى الرصد بالنسبة لي عنصر التريتيوم، وهو العنصر الوحيد الذي لا يمكن إزالته من المياه الملوثة بالمواد الإشعاعية. أزيلت كافة المواد المشعة فيما عدا التريتيوم، فما زالت عملية فصله صعبة جدا عن المياه باعتباره هو نظير للهيدروجين المكون الرئيسي للماء. شكرا جزيلا لك هشام رجباني، كنت معنا من طوكيو.